السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم محمد نجم من شركة أوربكس، حيث نخدم متداولين بمسؤولية في نظرة يومية للأسواق. اليوم موافق 7 مايو 2019، شهر مبارك على الجميع، أعاد الله عليكم بكل خير إن شاء الله. نبدأ تحليلاتنا بالدولار إندكس في التحليلات اليومية، والدولار إندكس يمكن بيتداول ما زلنا عند مناطق 97.30، وهي مناطق مهمة. يمكن منطقة 97 أشرنا أكتر من مرة في التحليلات السابقة إنها كريتيكال أريا بالنسبة للتداولات لمؤشر الدولار. حاليا زي ما احنا شايفين طبعا في حال كسر اللو اللي متحقق قدام حضراتكم، فبالتالي احنا يعني هنزور مناطق ال 96، ومن ثم محتمل كسرها بشكل كبير جدا، ونقدر احنا نزور مستويات ال 95. ده بالنسبة للناحية السلبية. اعتقد الناحية الايجابية هتكون ضعيفة نوعا ما، ويمكن احتمال ان هي ترتد مرة اخرى داخل القناة الصاعدة اللي امام حضراتكم، ويمكن هيساعدها في كده التوقعات اللي سمعناها من الفيدرالي الامريكي على ارتفاع معدل النمو، التوقعات بارتفاع معدل النمو خلال الفترة القادمة هيساعد الدولار نوعا ما بعيدا عن الصراعات التجارية الموجودة حاليا واللي هنتكلم عنها، ولكن هيساعد الدولار ان هو يعاود الارتفاع مرة تانية على امال للمتداولين والمراقبين لسعر الفايدة في الارتفاع خلال نهاية العام أو على بداية العام القادم، بدلا من التوقعات اللي كانت بتشير إلى اضطرار الفيدرالي الأمريكي لخفض سعر الفايدة، خصوصا مع تراجع توقعات النمو. أكيد البيانات الاقتصادية اللي هننتظرها هتأكد أو هتنفي تلك التوقعات أو تلك الاتجاهات، وبالتالي هيكون البيانات هي اللاعب الأهم خلال الفترة القادمة. بالنسبة للنظرة الفنية أعتقد إن هيكون اتجاه الهبوط هو الأقرب، بالرغم من التفاؤل اللي بنتكلم عنه منذ دقائق، ولكن بالنسبة للنظرة الفنية هيكون اتجاه الهبوط أقرب نوعا ما. خلونا يعني ما نتسرعش ونتداول أسفل المناطق الموجودة أمام حضراتكم. مناطق 97 في حال كسرها هيكون عندنا هبوط ممتاز جدا وجيد جدا لبيع الدولار أمام العملات الأخرى. ننتقل لتداولات اليورو مقابل الدولار، لكن خلينا ننتقل للفريم الأكبر بداية. طبعا لا جديد بالنسبة لبيانات الدولار اليورو، واللي اتكلمنا عليها أكتر من مرة بيظهر بيانات سلبية في كل مرة، حتى آخرها الانتخابات الإسبانية واللي اتكلمنا عنها في فيديو حصاد الأسبوع. ولكن حاليا ما زلنا التداولات عند المستوى 1.12، هيساعدها في حال هبوط المؤشر الدولار هيساعد لمزيد من الصعود، والملامسة مرة أخرى لمستوى 1.13 اللي بيبعد تقريبا حوالي 100 نقطة من المستويات الحالية. ده بالنسبة لمؤشر اليورو. أعتقد الارتداد الأعلى هيكون هو الأهم، ولكن يعني بشكل عام احنا هنتداول ما بين مستويات 1.12 و1.13 ومستويات 1.11، ده تقريبا خلال هذا الأسبوع. هيكون عندنا حديث لجيروم باول هيكون مهم جدا، هنتابعه إن شاء الله وهنتكلم عنه بالتفاصيل. أما من النظرة الأقرب لدينا على الإطار الزمني 30 دقيقة بالنسبة لمؤشر اليورو مقابل الدولار، زي ما هو واضح قدام حضراتكم قدر ان هو يكسر القناة الهابطة، ومن ثم قدر ان هو يصعد مرة أخرى لمستويات 1.1270، ودي كانت مستويات مقاومة مهمة جدا، ودلوقتي بيحاول مرة أخرى ان هو يكسر المستويات الحالية وصولا لمستوى 1.13 زي ما هو واضح قدام حضراتكم، ولكن ده طبعا يكون بشرط ان هو ما يقدرش يكسر اللو المتكون حاليا بحيث يكون عندنا الترند الواضح بالنسبة للشكل البياني التالي. ده بالنسبة لمؤشر اليورو مقابل الدولار. ننتقل سريعا للدولار مقابل الين، والين اللي بيتخذ نوعا ما من النظرة الإيجابية خصوصا في ظل ضعف الدولار كما أشرنا، وصل لمستويات 110.25، أشرنا أكثر من مرة لتلك المناطق وأهميتها. طبعا يمكن كان الافتتاح على جاب ساعد كتير جدا التداول السلبي، وحاليا بنحاول ان احنا نكبر الجاب اللي موجودة عندنا، ومتوقع ان هو يكبرها طبعا ويوصل تاني لمستويات الترند الهابط اللي موجودة عند حضراتكم، وده طبعا مع انتهاء عطلة اليابان هيكون اقرب للتحقق بإذن الله. ده بالنسبة لتداولات الدولار مقابل الين، واللي بيتداول حاليا امام حضراتكم عند مناطق مهمة جدا، وهي مناطق 110.70.
ننتقل سريعا لتداولات المعدن الأصفر واللي بتداول حاليا عند مناطق 1280، ودي مناطق مهمة للغاية، خصوصا ان احنا عندنا هيكون بداية لتكون نموذج مهم جدا، وهو الرأس والكتفين هيدن شولدر، واللي متضح امام حضراتكم. طبعا في حال تكونه هيكون عندنا كسر للمستوى ده، وبالتالي هيكون التوقع لكسر القناة الهابطة اللي امام حضراتكم، وبالتالي نرجع تاني نشوف مستوى ال 1310 ومستوى ال 1325 خلال، طبعا في حال كسر المستوى الحالي. طبعا في حال عدم كسر المستوى الحالي فاحنا معرضين لكسر الترند اللي موجود قدام حضراتكم، وهو ترند قوي جدا واتجاه قوي جدا، طبعا لم يفلح في كسره منذ اكتوبر الماضي، ولكن خلونا نعتقد في حال كسره طبعا هيكون مستوى، وده يعني اتجاه صعب حاليا، هيكون عندنا ملامسة لمستوى ال 1250، وده هيكون المستوى الأقرب. طبعا هيكون عندنا ارتدادة مهمة جدا منه، لأن تلك المستويات مستويات مهمة للشراء والتخزين من عند تلك المستويات. ده بالنسبة لتداولات المعدن الأصفر. خلينا ننتقل سريعا للجنيه الاسترليني والمملكة المتحدة، مزيد من الأحداث السياسية واللي بتسيطر على تداولات الجنيه الاسترليني. طبعا يمكن شاهدنا في ختام تداولات الأسبوع السابق وبدايته الإعلان عن نتائج الانتخابات المحلية، واللي أظهرت خسارة الحزب الحاكم لمقاعد كثيرة، حزب المحافظين، وحزب العمال هو الآخر خسر كثير من المقاعد داخل البرلمان. ولكن طبعا يمكن ده هيدفع السياسة داخل المملكة المتحدة لتحاول التوصل لنوع ما من الاتفاق على مواد بري اكزيت، او الاتفاقية المصاغة بشكل نهائي للخروج، واللي طبعا المتابعين انتظروه بشكل كبير جدا. وطبعا يمكن قبل حلول نهاية مايو الحالي ربما نشهد نوعا ما من الاتفاق داخل البرلمان في محاولة للحفاظ على الكتلة التصويتية وعلى الناخبين بشكل عام. ده بالنسبة للجنيه الاسترليني. بالنسبة للناحية الفنية ما زلت أتوقع مزيد من الهبوط وصولا لهذا الخط الاتجاه من مناطق 1.30، ومن ثم نقدر نشوف منها مزيد من الارتفاع مرة أخرى، وهيكون عندنا كسر المستوى المهم جدا 1.31. ده طبعا في حال عدم كسر الخط الاتجاه هذا لأسفل، ويكون عندنا وصولا لمستوى كسر مناطق 1.30. الأقرب حاليا بالنسبة للناحية الفنية وبالنسبة للبيانات الفاندمنتال أناليسز اللي موجودة عندنا، صعود لمستوى وكسر 1.31، وده ربما هيكون الأقرب حاليا عن سيناريو الهبوط. ننتقل أخيرا على بيانات النفط، واللي أشرنا لكسر ووصول لمستويات 60 مرة أخرى، يمكن منذ تداوله عند مستوى ال 66 وما أعلاه وما أسفله، وحذرنا منذ تقريبا تلك المناطق عند ال 64 إن تلك المناطق مناطق مرتفعة جدا لأسعار النفط، وحذرنا من فرص الشراء، ويمكن اتكلمنا أكتر من مرة إن فرص البيع هتكون هي الأفضل. طبعا كان في نوع من أنواع البانيك لدى المتداولين عند وصول المستويات ال 66، ولكن كان هو السيناريو الأفضل هو سيناريو البيع والاحتفاظ أو عدم التداول. طبعا ده كان بالنسبة لقرار الشراء من هنا مناطق صعبة جدا للتداول، ولكن طبعا زي ما احنا شاهدنا السوق قدر ان هو يكسر خط الاتجاه، وكان قدر ان هو يرتد قبليها من الحد العلوي للقناة اللي موجودة امام حضراتكم، القناة الكبيرة جدا اللي موجودة امام حضراتكم، وقدر ان هو يرتد بالشكل الحالي. طبعا حاليا هو قدر ان هو يوصل للمستوى $60 للبرميل، وده كان مستوى مهم جدا. طبعا في حال شهدنا هبوط ومعاودة للتداول عند تلك المناطق، في الغالب هيكون عندنا كسر ليها وصولا لمستوى ال 58، وده هيكون مستوى جيد جدا لإعادة الشراء مرة أخرى والتفكير بشراء النفط من تلك المناطق. أكيد هنتابع مع بعض إن شاء الله لحظة بلحظة، وعند الوصول لتلك المناطق هيكون أكيد لينا تعليق سوا مع بعض. مش حابب أطول عليكم أكتر من كده، يوم سعيد إن شاء الله، وتداول مميز للجميع، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.